السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتوني. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو إزاي تصنع الميكس أو خلطة تأكيل الزغاليل من عمر يوم حتى الفطام بنفسك. إحنا جهزنا الحاجة أهوت، الحبوب حبوب مطحونة وحبوب مش مطحونة، هنجهزها كلها وهنوريكم بنعملها إزاي. لكن نقول اول المكونات النهاردة. نبدأ بالحلبة، طبعا حلبة مطحونة خالص خام، مفيش فيها اي اضافات، حلبة بس. ترمس اهم المكونات يا جماعة، ترمس. طبعا هقول لكم بالجرام بعد كده قد ايه بالاوزان. نقول الاول الحاجات الاساسية، الصويا اللي بتستخدم في الطهي للبني ادمين للمطبخ، يعني في المطبخ الطهي اللي بتضاف على اللحوم والكفته والحاجات دي. عدس، عدس اصفر، تمام. قمح، قمح مقشور اللي هو بيستخدم في البليل يا جماعه، مش القمح اللي بنجيبه للحمام، لا القمح المقشر علشان يكون معانا سهل في الطحن. القمح المقشور اللي بيستخدم في البليلة اللي بنضيف عليها اللبن بعد كده وناكلها احنا. معانا كمان علف الدجاج اللي يحب يضيفه، لكن ده بيضاف للميكس الرخيص، انا مش هضيفه بس بوري لحضراتكم. ممكن نعمله في الميكس تاني اللي بيستخدم بس في التسمين، لكن انا بعمل النهاردة ميكس علشان ينفع في التربية وينفع في التسمين كمان. طب في حاجة اضافات كمان، كركم، جنزبيل، كمون، طبعا كل الحاجات دي مطحونة جاية من عند العطار مطحونة، قرفة، طبعا هنضيف عليها راس الكلسن زي كده، هقول لك بالظبط هنضيف كم قرص عليها، زائد خميرة بتضاف عليها. طبعا مش هنعرف نعملها هنا، نكونها هنا المكونات دي كلها عشان نطحنها، هننزلها البيت ونعملها. نسيت ان انا مش عارف قلت لكم ان كان في توم وبصل بودر برضو. طيب انا معايا الزغاليل دي ومعايا شوية ميكس اهوت، هنشوف بنجهزه ازاي الميكس علشان ناكل الزغاليل وناكل الكام زغلول دول مع بعض. طيب ازاي بنستخدم الميكس ده، طريقة استخدامه ازاي. بنملى نص كوباية مية دافية، نص كوباية مية دافية، وبنجيب معلقة كبيرة زي كده يا جماعة على نص كوباية المية الدافية، ونقلبها كويس جدا لحد ما يمتزج القوام بتاعها تماما، ونبدأ بتأكيل الزغاليل. الميزة الميكس ده يا جماعة ان عليه الاعشاب وجميع الاضافات، زائد الخميرة، زائد الكسبرة اللي بتمنع الاسهال، زائد الجنزبيل، زائد حاجات التوم والبصل، مضاد حيوي، كلها حاجات طبيعية، كلها حاجات طبيعية وبتنفع للزغاليل من عمر يوم حتى الفطام. زي ما شفتوا حضراتكم كده بقت ايه، خفيفة جدا، خفيفة جدا زي ما حضراتكم شايفين ازاي، يعني بتسقي الزغلول وفي نفس الوقت بياكل. معلقة على نص كوباية ماء زي ما شفنا كده، ومعانا طبعا السرنجة الشهيرة دي، اشهر زغاطة زغاليل يا جماعة، ومعانا سرنجة تانية 20 سنتي. دي ليه كبيرة؟ دي تنفع للزغاليل الكبيرة، ودي للزغاليل الصغيرة بالاخص المبسم السيليكون ده من عمر يوم يا جماعة ده. طيب نبدأ بالزغلول الصغيرة من أصغر عمر، نقلب ونسحب ونأتي أول زغلول من عمر يوم. طبعا اللي من عمر يوم هنأتيه على قده، معانا أهو أصغر زغلول يعتبر لسه مكلش حاجة. طب ليه بنأتي، ليه ما بنسيبهمش للأهالي؟ أنا بسيبهم للأهالي طبعا، لكن انا بقول لك بوريك ازاي لو في اي زغلول تنقذه ازاي. طبعا اللي اول مرة ياكل ما تخطرش عليه،
كفايه جدا اهو الزالول اكل ما شاء الله، كفايه عليه جدا كده. نجيب اللي بعده، يمكن اللي قبله بيوم ولا حاجه. تبدأ تزيد في الاكل، انت ممكن تكون مضطر تعمل كده طبعا، انا بقول المضطر بس. مضطر في ايه؟ الاهالي سابوا ام الزغلول ما اكلهوش، طاروا منك، انقذ الزغلول واعطيه على قد ما هو عاوز بس، يعني ما تحاولش يتكتر عليه عشان ما يموتش كده اهو بالظبط. كفاية تخلي الحتة دي فاضية يعرف ياخد نفسه تمام. ومعانا طبعا زغليل اعمار مختلفة، نشوف اكبر منه شوية. طبعا اللي واكل مش هنأكله، اللي شبعان فيه اللي اهاليه الحضان مأكله كويس اهو تمام، فيه محتاج شوية، فانت بتشوف اللي محتاج بتساعده. عشان تكون مربي حمام ناجح ما يموتش عندك زغليل لازم تكون تعرف تأكل، علشان تكون مربي تعرف تأكل، علشان ما يموتش عندك زغليل لازم تعرف تأكل. ما عرفتش تأكل معلش آسف هيموت منك زغليل، لازم هيموت زغليل. كل مرة طبعا بنقلب نشوف زغلول أكبر اهو، بسم الله ما شاء الله. كمية الأعشاب اللي فيها يا جماعة بتخلي الزغلول بسم الله ما شاء الله، هتلاقي فرق كبير جدا 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 وانت بتأكل. كده نجرب السرنجة الكبيرة، السرنجة دي اوريكم بنعمل بها ازاي مع الزغاليل الكبيرة اهو ما شاء الله، بتسحب 50-60 سنتي، كمية جبارة. شوف ازاي كل الكمية دي، لكن دي بنستخدمها في الزغاليل الكبيرة يا جماعة. نشوف الزغلول بسم الله ما شاء الله، زغلول زاجل ابيض بسم الله ما شاء الله. الرعاية بالميكس ما شاء الله الزغلول، شوف سهلة جدا ازاي طريقة تأكيله، سهلة جدا بالسرنجة الكبيرة دي. الزغطة المفضلة عندي، انا عندي زغطات كتير لكن دي المفضلة. كده عرفنا طريقة تأكيل الزغليل من عمر يوم حتى الفطام. واستنانا الفيديو الجاي هنعمل ايه؟ في الفيديو الجاي هنعمل الميكس بتاعنا او خلطة تأكيل الزغليل بالمكونات دي، هطحنهم وهوريهم لك. استنانا ما تروحش بعيد، استنانا الفيديو الجاي، الفيديو القادم على طول هنكون طحنا الحاجات دي، وفي البيت هوريك نطحنها ازاي ونركبها ازاي ونزغط بيها كمان الزغليل ازاي زي ما احنا عملنا بالظبط كده. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.